السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. خلاص يا جماعة، تم تعيين رسميا إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر خلفا لكيروش دوت. خلاص ما عادش فيها انفصال، اتحاد الكورة أعلن كده. طيب نيجي نتكلم بقى. الناس كانت بتقول على ربيع ياسين، أنا كنت برشح ربيع ياسين على فكرة يا جماعة، ومن الناس اللي انا برشحها وشايف انها افضل لمنتخب مصر، لكن الناس كانت بترد وتقول ايه؟ انه ملوش انجازات، مش صاحب انجازات. طب يا جماعه، هو ايه انجازات ايهاب جلال؟ يعني انا عاوز حد بس يقول لي من اللي هم محبين ايهاب جلال والدراويش بتوع ايهاب جلال واللي عاوزين ايهاب جلال. طيب انا عاوز حد يقول لي ايه انجازات ايهاب جلال؟ عمل ايه ايهاب جلال؟ مسك مين ايهاب جلال؟ يعني هو مسك مثلا، حتى لما مسك الزمالك عمل ايه مع الزمالك؟ ما عملش اي حاجه. بيعمل ايه مع بيراميدز؟ ما عملش حاجه مع بيراميدز. يا جماعه انا عاوز افهم بس ايه هي انجازات ايهاب جلال، زي ما انتوا كنتوا بتقولوا ايه انجازات ربيع ياسين، ايه انجازات حسام حسن، ايه انجازات احمد سامي. انا عاوز افهم ايه انجازات الكابتن ايهاب جلال. حد يرد عليا. انا من وجهه نظري رافض ايهاب جلال لمنتخب مصر، شايف ان هو لا يصلح لمنتخب مصر، ما عملش حاجه ولا شايف ان هو هيعمل حاجه. انتوا بتعملوا كده ليه طيب؟ يعني اتحاد الكوره جايب ايهاب جلال ليه؟ ده كيروش كان ارحم على فكره، كيروش كان ارحم. الناس كمان ماتشين ثلاثه بقى بعد ما ايهاب جلال يلعب هيقول لك ولا يوم من ايام كيروش. انا رايي ايهاب جلال لا يصلح لمنتخب مصر، رايي انا كان كابتن ربيع ياسين. اكتبوا لنا انتم رايكم في التعليقات يا جماعه، مين الاصلح لمنتخب مصر؟ هو خلاص تم الاختيار، لكن انت من وجهه نظرك انت مين اللي كان انسب لقياده منتخب مصر؟ وهل فعلا يا جماعه منتخب مصر بيقاد من محمد صلاح؟ يعني محمد صلاح هو اللي وافق على ايهاب جلال، فعشان كده ايهاب جلال هو اللي جه لمنتخب مصر؟ انا وجهه نظري حاسسها لا، بس انتوا اكتبوا لنا رايكم، لان في قطاع كبير، في ناس كتيره بتقول كده، في ناس كتيره بتقول ان هو ايهاب جلال جه عشان محمد صلاح وافق على ايهاب جلال، غير كده ما كانش هيجي. انا مش عارف، لو كده ده تبقى وكسه، تبقى وكسه كبيره جدا جدا جدا. المفروض اللاعب لاعب والمسؤول مسؤول. انا ما اعرفش يعني لحد امتى. هو محمد صلاح على دماغنا يا جماعه والله وكل حاجه، بس كلاعب يا جماعه يجي هنا يتعامل المفروض زيه زي اي لاعب عادي. هو ما شاء الله احسن لاعب في العالم وكل حاجه، بس يعني في الاول وفي الاخر هو لاعب. انا مش عارف الصراحه ايهاب جلال يعني تم اختياره على اي اساس. اللي عارف ايهاب جلال ايه المعايير اللي تم الاختيار بيها على ايهاب جلال او على اي اساس يكتب لنا في التعليقات. انا بصراحه في علامه تعجب عندي، يعني ايهاب جلال انا مش يعني مش حابب ايهاب جلال، مش حابب ايهاب جلال، مش شخصيا، انا مش بيني وبينه حاجه ولا اعرفه ولا هو يعرفني. انا بتكلم فنيا، انا شايف ايهاب جلال لا يصلح لمنتخب مصر. انا شايف هو ربيع ياسين، ربيع ياسين بسم الله ما شاء الله، شفتوا مع المنتخبات الشباب عمل ايه يا جماعه؟ وما شاء الله بيطلع لاعبين ما شاء الله، شباب ما شاء الله، ما بالك بقى لما يمسك منتخب مصر ويبقى قدامه كل لاعبين مصر لا لا لا. ايهاب كابتن ربيع ياسين كان هيعمل شغل كبير جدا 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 مع منتخب مصر. لكن هنعمل ايه بقى؟ قدر الله وما شاء فعل. بشكركم لحسن المتابعه، واكتبوا لنا يا جماعه رايكم في الكومنتات، تفاعلوا معانا واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، مين الانسب من وجهه نظرك؟ هو خلاص تم الاختيار، لكن اكتب لنا مين اللي كان انسب من وجهه نظرك انه يتم تعيينه لتدريب منتخب مصر. بشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.